انظر حولك ميتشل، هذا هو الانترنت المجاني، نقوم بكل شيء هنا، نتواصل مع أصدقائنا على فيسبوك، نبحث عن معلومات في جوجل، وكل ذلك مجاني. نعم مجاني، انتظر، كيف تكسب هذه المواقع المال؟ سأخبرك. أين نحن؟ ما هذا المكان؟ هذا هو الإنترنت الحقيقي. الحقيقة هي أن هذه الخدمات ليست مجانية على الإطلاق، أنت تدفع لهم. عندما تستخدم فيسبوك يسجلون كل ما تقوم به، الصفحات التي تعجب بها، الناس الذين تتواصل معهم، وحتى منشوراتك، ومن ثم يأخذون هذه المعلومات ويحللونها ويصنعون منها ملفا عنك، عاداتك، ماذا تفضل، ويبيعون هذه المعلومات للمعلنين. To advertisers. It's a pleasure. إنه شرف أن أعمل معك. هذا أمر إشكالي، ولكن كلنا نعلم أنهم يعرضون لنا إعلانات، لكننا لا نعرف لأي حد قد يذهب فيسبوك بمعلوماتنا. هم يسجلون الإعلانات التي نراها. جيكوب أعجب بصفحة بيكن سباي الأسبوع الماضي. أظهري له على صفحته إعلانا لعرض يخص النوع الذي يحبه. أتوقع أني أستطيع تناول واحدة أخرى. سأقوم ببساطة بحذف حسابي على فيسبوك. بالطبع، ولكن هل تستطيع الهرب من جوجل؟ هذا أنا. ولكني لست موجودا على جوجل، أنا أستخدم مواقع خاصة. بالضبط، جوجل لا يتعقبك فقط عندما تبحث، ولكنه يتعقبك على أكثر من 10 ملايين موقع، وحتى المواقع الطبية. في كل مرة تكتب إيميلا عبر جيميل، تشاهد فيديو على يوتيوب، أو تستخدم خرائط جوجل، جوجل يجمع معلومات عنك. لا يا إلهي، لا نعرف حتى ما هي المعلومات التي يخزنها جوجل وفيسبوك أو ماذا يفعلون بها. هذه هي تجارتهم الحقيقية. نحن عندما نستخدم هذه المواقع لسنا الزبائن، بل نحن المنتج. كيف؟ لماذا؟ هل تريد أن تعلم كم تساوي معلوماتك الشخصية بالنسبة لفيسبوك؟ عن كل شخص يدرسون بياناته يحصلون على 12 دولارا. اهتماماتك، شخصيتك، علاقاتك، خصوصيتك، هذه الأشياء لا تقدر بثمن. أنت من أعطاهم كل هذه المعلومات. لا، أسكت، أخرجني من هنا.